الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، أيها المتابعون الكرام في كل مكان، نحييكم ونرحب بحضراتكم بتحية الإسلام الخالدة. فسلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. نحييكم عبر القنوات الناقلة لأحداث ووقائع هذا المهرجان، مهرجان سيدي ولي العهد الأمين، يحفظه الله ويرعاه من كل سوء ومكروه. انطلاقة رابع أيام هذا المهرجان ورابع أيام هذا الكرنفال، اليوم الرابع الذي خصص لمنافسات وتحديات هذا السن، سن الحقايق ومسافة 3 كيلومترات. نحييكم من خلال هذه الانطلاقات وهذه التحديات في هذا الملتقى الأخوي، في هذا الملتقى الخليجي الذي يقام هنا على أرضية هذا الميدان، ميدان الطائف، لسباقات الهجن العربية الأصيلة. على بركة الله مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، أعلنت انطلاقة شوطنا السادس الخاص للقعدان الحقايق ومسافة 3 كيلومترات. أبدأ مع المركز الأول ومع شقران، هنا عبد الكريم بن ملوح العنزي من يقدم لنا شقران اللي ينطلق مع المركز الأول ويقود هذا الصراع ويقود هذا المعترك الأصيل. النقلة إلى المركز الثاني، وصل أدهم وعبد الرحمن بن سلمان بن صالح المغيري مع المركز الثاني والمركز الثالث، وصل في هذه اللحظات الكايد بشعار حمد بن الهيان العامري مع المركز الثالث، يقدم لنا الكايد مع المركز الثالث والكايد أحلى يداهية من يحتل المركز الثالث. المركز الرابع القادم في هذه اللحظات بديع ومحمد بن ربيع بن صالح آل جابر المري، وصل في هذه اللحظات بن مخزيم ليقدم لنا بديع. والمركز الخامس وصل الآن شعار عبد العزيز بن معلا بن عليان السهلي يقدم لنا الدرعي مع المركز الخامس، ودخول في هذه اللحظات من شعار بن دميثان يقدم لنا منصور. حمد بن هدي الشامسي يقدم لنا منصور مع المركز الخامس. هذه النتيجة وهذا هو نداؤنا الأول، حفلنا ومتابعينا الكرام، والعودة إلى المركز الأول، إلى الصراع، إلى من غير الأمور، الكايد 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 حمد بن نهيان العامري، الداهية في التضمير، يغير إلى المركز الأول. ولكن بن معلا بن معلا يتعللان مع الصدارة ومع المركز الأول. الله الله، غير الأمور مع الدرعي عبد العزيز بن معلا بن عليان السهلي ينطلق مع المركز الأول. يا سلام الله، أبناء السويدرة يسيطرون، ينطلقون مع المركز الأول أبناء المملكة. ولكن المركز الثاني راعي اليمشى قادم مع المركز الثاني، يقدم لنا الكايد الكايد الكايد. ولكن بن دميثان بن دميثان واصل، ولكن طار طار الكايد، طار طار بن نهيان مع المركز الأول. يا سلام الله، انطلق مع المركز الأول راعي اليمشى، ينطلق مع الكايد والكايد أحلى، الكايد أحلى. يا بن نهيان حمد بن نهيان بن سالم العامري انطلق مع المركز الأول ليبعث الفوز والانتصار إلى أبناء دولة الإمارات. الله الله، من حيث ما يسكن بن نهيان هنالك في دولة الإمارات مشكور يا راعي اليمشى على هذا الأداء وعلى هذا العرض الكبير والمميز. تهانينا. والنوماس المركز الثاني، من وصل مع المركز الثاني؟ سياف بشعر ربيع بن خميس بن لحول الهمامي. والمركز الثالث وصل علي بن ناصر بن جابر الغفراني المري مع سياف. والمركز الرابع
وصل محمد بن حزام بن حسن الدوسري مع شاهين والمركز الخامس. مشاهدينا الكرام، من وصل مع خامس الأسماء وخامس التحديات، تهانينا والنوماس مشاهدينا الكرام لمالك الكايد حمد بن نهيان بن سالم العامري راعي اليمشى، من قدم لنا الكايد والكايد أحلى يا بن نهيان. تهانينا له ألف مبروك على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. التوقيت الزمني لحظة الفوز ولحظة الانتصار 4:46 و5 من الأجزاء من الثانية. تهانينا له ألف مبروك على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار، من حل وصيفا سياف لربيع بن خميس باللحول الهمامي. تهانينا له وألف مبروك على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار، وكان توقيته توقيتا مميز. تهانينا وألف مبروك لربيع بن خميس باللحول الهمامي على فوز سياف بالمركز الثاني وحصوله على المركز الثاني، وكان توقيته الزمني 4:47 و6 من الأجزاء 60 جزء من الثانية. والمركز الثالث كان سياف بشعار علي بن ناصر بن جابر الغفراني المري، وتوقيته الزمني 4:48 و64 جزء من الثانية. والمركز الرابع وصل شاهين مع المركز الرابع بشعار محمد بن حزام الدوسري مع المركز الرابع. والمركز الخامس وصل منصور بشعار حمد بن هدي بن بطي بن دميثان الشامسي. كان شوطا مثير وشوطا حماسيا. تهانينا والف مبروك لابن الهيان العامري على فوز الكايد بالمركز الاول وحصوله على نوماسي هذا الشوط. مشاهدينا الكرام، متواصلين مستمرين من خلال هذه الانطلاقات وهذه التحديات شوطنا القادم بصوت الزميل علي بن فالح البلوي. اتمنى له التوفيق ولكم حسن الاستماع.